السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. أهلا بكم أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن رؤية البراز أعزكم الله. وخلي بالكم على فكرة، يعني إذا كان الموضوع ده ممكن يصيب ناس لأول وهلة الاشمئزاز و... لا لا لا، عايزكم تعرفوا أن من أفضل الرؤى اللي ممكن تشوفها في حياتكم رؤية البراز عزكم الله. يعني سبحان الله، يعني حاجة كتير من الناس ممكن تقرف منها، ممكن تبقى مشمئزة. لا، ده أنا بقول لك إن رؤية البراز في المنام محمودة جدا. تعالوا نشوف الرؤية اللي معنا النهاردة. أول رؤية معنا وهي رؤية البراز للرجل تدل على الرزق الكثير، وتدل إلى تكوين علاقات جديدة محترمة جدا. رؤية البراز فقط رؤيته بالنسبة للرجل المتزوج. أما رؤية قضاء الحاجة تدل على ضياع مال أو خسارة. أما رؤية الرجل يقضي حاجته على ملابسه، هذه الرؤية وإن كانت مستقذرة في الواقع فهي بالفعل حتى في المنام تدل على خسارة مال بسبب امرأة. أما رؤية قضاء الحاجة في مكانها المخصص في المراحيض أعزكم الله تدل على إنفاق المال في محله وفي موضعه. أما قضاء الحاجة في المساجد، طبيعة الحال رؤية مستقذرة وما فيش حد يقبلها أساسا، فكما أنها في الحقيقة هي في الرؤية كذلك معناها أن هناك خسارة مال أو غرامات، وقيل عقوبة ستحدث له بسبب ظلمه لشخص معين. أما قضاء الحاجة في البحر تدل على أنه سيخسر ماله بسبب شخص معين يثق فيه. أما رؤية التبرز في الملابس، في فرق ما بين الرؤية اللي قلتها على الملابس وفي فرق ما بين في الملابس، هذه الرؤية تدل على خسارة مال بدون علمه. أما رؤية التبرز وخروج حيوان من مكان التبرز ومع شديد الأسف، طبعا بترجع على حسب نوع الحيوان، يكون المولود ذكر أو أنثى. يعني النهاردة لما جي أتبرز في المنام وشوف أني وأنا بتبرز نزل مني حيوانات، لو أنه الحيوان ده ذكر زوجتي هتحمل بذكر، لو أن الحيوان ده أنثى زوجتي هتحمل أنثى. وطبعا نفس الرؤية بالنسبة للمرأة المتزوجة. جمع البراز أعزكم الله في المنام تدل على كثرة الأموال والحصول عليه بطريقة مشروعة. رؤية التبرز في الملابس للمتزوجين خلافات ومشاكل، وقد تصل هذه الخلافات إلى الانفصال والطلاق. التبرز للمريض زيادة في المرض. رؤية البراز للعزباء، تخيلوا بقى كل اللي أنا ذكرتهم دول رؤيتهم مش محمودة. أما بالنسبة للبنت العزباء رؤيتها للتبرز تدل على تفريج الكروب وانتهاء المشاكل. أما رؤية محاولة التبرز ولا يستطيع، هذه الرؤية تدل على محاولات لتغيير مسار حياتك. أنت بتحاول تغير مسار حياتك على قد ما تقدر بس مش عارف، ولذلك انعكس عليك في الحقيقة هذا الكلام. في الحقيقة انعكس عليك في المنام أن أنت عاوز تقضي حاجتك بس مش عارف. رؤية التبرز في الثياب بالنسبة للبنت العزباء تدل على أن هناك شخص يريد الزواج بها ولكنه غير لائق وغير مناسب لها. رؤية البراز للبنت العزباء وهي مريضة شفاء. سبحان الله العظيم، يعني وكأن قضية التبرز للعزباء أفضل من المتزوجين. رؤية البراز في مكان به زرع تدل على سماع أخبار سعيدة. رؤية البراز في المرحاض أعزكم الله بالنسبة للبنت العزباء تدل على انقضاء المشاكل وزوال المشاكل لها. آخر حاجة معنا وهي رؤية البراز في مكان العمل تدل على الترقي في هذا العمل. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.